بارك الله عليكم الداعي ديالنا. كالعاده رجعنا لكم دوري اخر، دوري جديد ثانوي النسخه ديالو التاسعه. تبارك الله دائما حنايا عندنا جو عائلي هنايا، ديري كاملين بحال خوت طنجه كامله، يعني الحوم كاملين بينا بحال عواطيتنا، كاملين كيسود واحد الجو اخوي. تبارك الله تعرفنا على الدراري الجدادين، تعرفنا على ابطال جدادين، يعني اربعه الوالا اللي تاهلوا كاملين برانيين، يعني اول مره كيتاهلوا، يعني هذا كيدل ان الدوري كيزيد الطحان عام مور عام. ونتمنى ان شاء الله الخير. اليوم عندنا فينار ما بين ابن حي برشيفه عبد العظيم حزومري، والاخ ديالنا عثمان جويعه من الحي ديالنا درادب. كنتمنى له التوفيق بجوج بهم، سواء ربح هذا سواء ربح هذا ما عندنا شي اشكال. الحمد لله الروح الرياضيه كاينه، كاين جوائز قيمه اللي كانت تحفيزيه اللي كتشجع الدراري على يعني انها تقدم مجهودات اكثر واكثر. كنتمنى ان شاء الله فينار يكون مزيان، وان شاء الله يكون الخير بالتوفيق للجميع. وتبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم الاخوان. معنا الاخ عثمان المشارك الاول اللي تاهل الدور النهائي. اذا الاخ عثمان شنو قصدك تقول لنا عن المشاركه ديالك في الدوري والتاهل ديالك اللي ما جاش عن صدفه، اللي بذلتي فيه مجهود كبير. تبارك الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر لجمونا ديما على 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 المجهودات الجباره اللي عملوا في الدوري، والحمد لله ضم مجموعه جوزنا صعوبه، ومن جهه ادوار اقصائيه الحمد لله غلبنا ابطال الدوري اللي هما تبارك الله عليهم لاعبين موسى وسليمان زكريا والطيب. هذو كاملين سبق لهم فازوا بالدوري للاشاره، وكتحسب له النقطه هذه، يعني باش تفوز على الدير اللي سبق لها فاز بالدوري راه ماشي سهله. كتثبت الحضور ديالك، وكتثبت انك يعني ما جيتيش هنا باش تلعب، راك انت زينه كتنافس وكتنافس بقوه. اذا شني كتوعد الجماهير ديالك اللي جات تحضر معك اليوم، وان شاء الله واش ان شاء الله كتوعدهم الفوز باللقب؟ ان شاء الله كنوعدهم الفوز باللقب، ان شاء الله يكون اللقب الاول ديالي ان شاء الله في هذا الدوري، ونتمنوا حد التوفيق ان شاء الله. اذا كنتمنوا لك التوفيق الاخ عثمان. تبارك الله عليك. عندنا المشارك الثاني اللي تاهل الدور النهائي الاخ عبد العظيم، اللي جانا من حي برشيفه وبصم على موسم استثنائي، وقدم واحد يعني واحد الدوري كبير حتى هو، يعني بحال نقولوا بحال الاخ عثمان. اذا الاخ عبد العظيم مرحبا بك معنا. سبق لك شاركتي معنا وتقصيتي، مشيتي جيتي بواحد الوجه مغاير، صدمتي الدراري كامله. شنو قصدك تقول على المشاركه ديالك اخي عبد العظيم، وعلى التاهل ديالك النهائي والمقابله النهائيه؟ اول حاجه كنبغي نشكر هذا الجمهور اللي حضر النهائي، كنشكر هذه اللجنه المنظمه وجنود الخفاء، وكنشكر السي انور الماثل امامي، وكنقول له زعما برافو على هذه المجهودات، هذه مجهودات كبيره وهذا النظام هذا، زعما ما صعيب تنظم شي دوري بهذه الاحترافيه هذه. وجيت باش نبرهن باللي ان حي برشيفه فيه الشدان وفيه ملاعبيه ديال هذه اللعبه الشعبيه، ونجيب الاباطيره ديال هذه اللعبه، وجيت باش نامن بالحظوظ ديالي بالفوز باللقب ان شاء الله. اذا تبارك الله عليك الاخ عبد العظيم، كنتمنى لك التوفيق وان شاء الله يكون الخير. نتمنى تكون مباراه كتسد فيها الروح الرياضيه، سواء ربحتي سواء خسرتي كتبقى انها مشاركه، بمجرد انك تاهلتي الدور النهائي راه بيدك كتسمى بطل. الله يودي. تبارك الله عليك اخي عبد العظيم. شكرا بزاف وشكرا مصور. تحياتي. معنا الاخ محسن حسوان، النادي ديال المقهى ديالنا، كنشكره على المجهودات اللي بذلتها هو، وساهم بواحد الطريقه او باخرى كبيره، وللاشاره هو كان من المشاركين رغم الاقصاء ديالو، ولكن كتبقى المشاركه هي اهم حاجه. تبارك الله عليك اخي محسن، شنو كتقدر تقول لنا على الدوري؟ بالنسبة للدوري، وإذا تشوف جو عائلي، وإذا تشوف حتى في المشاركين أجبر أسامي العائلية متكررة، لأن الجو إخوة والعموم وولاد العام، يعني كلشي كيلعب جو عائلي. من الدليل القاطع هو تشوف الأسامي اسم العائلة أجبر متكرر، والحمد لله كاس سلمي، وما لا غش لا خداع، واللي في يدو شي حاجة وضادو كيفرق بيناتنا، والفرصة المقبلة إن شاء الله. وشكرا جميعا.
المركز الثاني والوصافة تعود لعثمان.